هيئة الانتخابات ترفض مطالب اعتماد عدد من الجمعيات المهتمة بملاحظة الانتخابات الرئاسية لشبهة تلقيها تمويلات أجنبية. بمشاركة أكثر من 150 عارضاً، افتتاح الدورة الأولى من الصالون المهني للصناعات التقليدية والتجديد بقصر المعارض بالكرمة. بداية من السنة الدراسية الجديدة، إدراج التلقيح ضد سرطان عنق الرحم ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. في العالم، حصيلة الغارات الإسرائيلية على سوريا ترتفع إلى 16 شهيداً، وأبعاد العدوان موضوع تقرير في النشرة. أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنه تم رفض مطالب اعتماد مقدمة من بعض الجمعيات المهتمة بملاحظة الانتخابات الرئاسية إثر إشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض هذه الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة مصدرها متأت من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية، وفق ما جاء في بلاغ توضيحي للهيئة اليوم. وبحسب البلاغة، فقد تمت إحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات للجهات المعنية للتعهد وإجراء اللازم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد، وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة لهذه الجمعيات. ويشار إلى أن شبكة مراقبون المختصة في متابعة الشأن الانتخابية قد طالبت في بيان يوم 6 سبتمبر الجاري، طالبت هيئة الانتخابات بالإجابة على مطالبها المقدمة للحصول على مطالب الاعتماد. بداية من السنة الدراسية الجديدة، سيتم إدراج التلقيح ضد سرطان عنق الرحم ضمن البرنامج الوطني للتلقيح، وسيعطى هذا التلقيح وفق ما أكده منسق البرنامج الوطني للتلقيح بوزارة الصحة محرز اليحيوي، سيعطى للفتيات في كافة المدارس في سن 12. وأضاف اليحيوي لدى حضوره اليوم في برنامج يوم سعيدة أنه سيتم تخصيص مركز صحة أساسي في كل معتمدية لإجراء التلقيح للفتيات المنقطعات عن الدراسة. تلقيح جديد اللي جاء ضد سرطان عنق الرحم هو ماهوش تذكير كما بقية التلقيح التي تعطى في الوسط المدرسي، هو تلقيح جديد أدرجه في البرنامج الوطني للتلقيح. التلقيح هذا يعطى في سن من 9 إلى 14 سنة. اللجنة متاعنا قررت كانوا باش تعطى على سن 12 سنة باش ينجموا يعطيوه في الوسط المدرسي اللي باش ينجموا يكونوا فيه الفتيات في هالعمر هذا كلهم ملمومين في بلاصة واحدة، موجود في البرنامج مع كافة التلقيح التي تعطى في العمر هذايا وتاخذوه في الوسط المدرسي. وبالنسبة للناس اللي مهمش متمدرسين في الاستراتيجية متاعنا احنا في التلقيح ضد سرطان عنق الرحم، باش نعملوا احنا مستوصفات في كل مثلا معتمدية فيه التلقيح بالنسبة للبنات اللي ما همش متمدرسين ولا خرجوا من المدرسة قبل الوقت. كما أشار منسق البرنامج الوطني للتلقيح بوزارة الصحة محرز اليحيوي إلى أن البرنامج الوطني للتلقيح يخضع لرزنامة مضبوطة ويغطي كامل تراب الجمهورية، مضيفا أن وزارة الصحة تخصص أكثر من 2000 مركز صحة أساسية لتقديم خدمات التلقيح بصفة مجانية. برنامج الوطني للتلقيح نغطي تراب الجمهورية كاملة بشبكة معناها كبيرة من المراكز الصحة الأساسية، تفوت ل 2200 مركز، منهم 2000 اللي هم يلقحوا ولا أكثر شوية يلقحوا الصغار، سواء نجم يكون بصفة يومية أو يومين في الأسبوع. التلقيح راهو مجاني، التلقيح راهو يحمي الإنسان ضد أمراض، والحمد لله تويكا معناها اللي نشوفوه احنا توا معناها ثم إقبال كبير على التلقيح في الوقت، منظمين بطبيعة الحال، لازم في كل حاجة لازم تلقى شويه كي معناها تهاون هذاكم احنا زاده ما نخليوهمش، خاطر توا كي بيجي يدخل الانسان المدرسه الطفل الصغير من قبل المدرسه حتى في التحضيري تم شهاد اسمه شهاده ختم التلقيح، هذاك احنا الشبكه الاولانيه، ولهذا والحمد لله يدخل المدرسه ويسجلوه الا ما يلقح.
تشرع مؤسسة فدا في صرف المنح المدرسية والجامعية لأبناء شهداء الاعتداءات الإرهابية وأبناء شهداء الثورة وجرحاها بعنوان السنة الدراسية والتكوينية والجامعية الجديدة، وتتراوح قيمة المنح التي تسند بداية من السنة التحضيرية بين 880 دينار و 3300 دينار سنويا حسب المستوى الدراسي للمنتفعة، وتوزع شهريا لمدة 10 أشهر مع منحة شهرية إضافية في مفتتح كل سنة بعنوان العودة المدرسية والجامعية. ودعت المؤسسة في بلاغ لها اليوم الراغبين في الحصول على هذه المنحة إلى إيداع ملفاتهم مباشرة بمقر المؤسسة أو إرسالها عبر البريد ابتداء من اليوم. افتتحت اليوم الدورة الأولى من الصالون المهني للصناعات التقليدية والتجديد أرتيكريا لتتواصل إلى 15 من سبتمبر الجاري بقصر المعارض بالكرمة. الصالون ينظمه الديوان الوطني للصناعات التقليدية بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة في إطار مشروع تونس الإبداعية، ويشهد مشاركة أكثر من 150 عارضا وفق ما صرح به مدير المشروع طلال سهميم لكوثر العرقوبي. الهدف أنه ننوع في فرص تسويق منتوجات الصناعة التقليدية، بما أنه المنتوج الصناعة التقليدية متاعنا ولا منتوج قابل للتصدير، وبما أنه ولات عنا شركات مصدر الصناعة التقليدية، المعرض الغاية نختاروا فيه من أحسن المنتوجات الصناعة التقليدية. كيف وقع اختيار المؤسسات اللي قاعدة تصدر وإلا اللي عندها قابلية للتصدير، وقع استدعاء حرفاء بروفيسيونيل من برا. كي نقول حرفاء بروفيسيونيل هما دي سنترال داشا وإلا دي شان دو ديستريبيسيون دي ماغازان برا وإلا دي بوتيك برا دي زوتيل. كيف عندنا أكثر من 15 أشتور انترناسيونال اللي كونفيرميو وجاو موجودين لهنا أبار لي زوتيل اللي باش يجيو في وسط المعرض هذا. أكثر من 150 عارض موجودين في المعرض اليوم، فيهم عديد المنتوجات اللي تمثل قطاع الصناعة التقليدية في تونس. ثم حاجة أخرى اللي هي بي بارتيكولير في المعرض هذا، أنه مع المعرض نظمنا ديزاتوليه اللي هما يحكيوا على ديتام معينين. تسلمت تونس اليوم من الولايات المتحدة 4 طائرات من نوع C-208 مجهزة بمنظومة الاستعلام والمراقبة والاستطلاع. وقال وزير الدفاع الوطني خالد سهيلي في تصريح صحفي عقب تسلم الطائرات بالقاعدة الجوية بالعوينة بالعاصمة بحضور السفير الأمريكي بتونس جوي هود، إن هذه الطائرات المخصصة للاستطلاع مجهزة بأحدث المنظومات بما سيعزز القدرات العسكرية والعملياتية للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسفر القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة عن استشهاد 10 فلسطينيين منذ فجر اليوم، كما نفذ سلسلة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وردا على الهجمات الصهيونية المتواصلة، قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية. في سوريا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلة الماضية وفجر اليوم سلسلة غارات على منطقة مصيف في ريف حماه ومناطق أخرى وسط البلاد، أسفرت عن سقوط 16 شهيدا وإصابة أكثر من 43 آخرين. العدوان الصهيوني على منطقة مصيف وعدة مناطق وسط سوريا يأتي في مرحلة خطيرة يواصل فيها جيش الاحتلال حرب الإبادة في غزة واستهداف لبنان بشكل يتسع من يوم إلى آخر. تقرير ناجي بن جنات. العدوان الصهيوني على منطقة مصيف وأنحاء أخرى وسط سوريا يؤكد مجددا طبيعة الكيان المارق الخارج عن نطاق كل القوانين والمواثيق الدولية في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال حرب الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية واستهداف لبنان في واحدة من أخطر المراحل في تاريخ الشرق الأوسط. العدوان الصهيوني على سوريا، كيف نقرأ دلالاته؟ أستاذ العلاقات الدولية منتصر الشريف يتحدث. هذا بطبيعة الحال
تندرج في إطار ما تسميه إسرائيل بحق الدفاع الشرعي الاستباقي الذي هو من وجهة نظر القانون الدولي ممنوع وخارج عن القانون. ما تقوم بإسرائيل باعتقادي هو مجرد محاولة للتوقي من الردة الإيرانية، ولكن من وجهة نظر القانون الدولي هو عدوان على دولة ذات سيادة. لعل ما زاد هذه العربدة الإسرائيلية هو عجز مجلس الأمن اليوم عن اتخاذ أي قرارات إدانة ضد هذا الكيان المارق، وهذا بطبيعة الحال يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة الأمن الجماعي وفي مجلس الأمن. من غزة إلى سوريا مرورا بلبنان، لا حدود للعدوان الإسرائيلي ولا حل يلوح في أفق المنطقة لوقف هذا التوحش الصهيوني، رغم كل ما يدور من محادثات ووساطات ومفاوضات أثبتت تعثرها وعجزها إلى حد الآن. بهذا الخبر نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. هيئة الانتخابات ترفض مطالب اعتماد عدد من الجمعيات المهتمة بملاحظة الانتخابات الرئاسية لشبهة تلقيها تمويلات أجنبية. بمشاركة أكثر من 150 عارضاً، افتتاح الدورة الأولى من الصالون المهني للصناعات التقليدية والتجديد بقصر المعارض بالكرم. بداية من السنة الدراسية الجديدة، إدراج التلقيح ضد سرطان عنق الرحم ضمن البرنامج الوطني للتلقيح. في العالم، حصيلة الغارات الإسرائيلية على سوريا ترتفع إلى 16 شهيداً، وأبعاد العدوان كان موضوع تقريرنا في النشرة. شكراً على حسن الإصغاء والمتابعة، تحياتي نفيسة حسني.